في صباح 22 يونيو عام 2005 توجهت وحدات الشرطة إلى زقاق جانبي بالقرب من جامعة كاليفورنيا في منطقة ويستوود بمدينة لوس أنجلوس بعد تلقيها عدة بلاغات من المارة بوجود جثة لرجل مسن تم دهسه في الشارع. عندما وصل رجال الشرطة إلى مسرح الحادث عثروا على جثة الرجل المسن التي كانت في حالة مزرية للغاية، حيث كانت الجثة مسحوقة تماما نتيجة الدهس، وكانت آثار الإطارات والشحوم ظاهرة على قميص الضحية. كانت الضحية يرتدي ملابس رثة وبدا مظهره العام متدهورا، مما جعل المحققين يفترضون أنه كان أحد المشردين الذين ينامون في الشارع. قام المحققون بتفتيش جيوب الضحية وعثروا بحوزته على أوراق تثبت هويته، مما مكنه من التعرف عليه باعتباره كين ماكديف. كما تم العثور على دراجة بجانب جثة الضحية، وافترض المحققون أنه ربما تعرض للدهس بينما كان يقودها. كانت كل الأدلة في مسرح الحادث تشير إلى أن ما حدث لم يكن سوى حادث طبيعي أودى بحياة شخص مشرد، ولذلك لم يبذل المحققون جهدا كبيرا في هذه القضية، واكتفوا ببعض الإجراءات الروتينية حتى حدثت مفاجأة غير متوقعة غيرت مسار القضية بالكامل. ما هو السبب الذي دفع المحققين للاهتمام بالقضية بشكل أكبر؟ وما هو السبب الحقيقي الذي أدى إلى مقتل كين ماكديف؟ وكيف قادت التحقيقات المحققين إلى فك لغز جريمة قتل أخرى كانت قد أودعت الأرشيف؟ لمعرفة الإجابة على كل هذه الأسئلة تابع معنا هذه الحلقة المقدمة لك من قناة وقائع حتى النهاية. على الرغم من تعامل رجال الشرطة مع الأمر كحادث عابر، كانوا في الواقع أمام جريمة مكتملة الأركان، حيث فر قائد السيارة التي اصطدمت بكين وأودت بحياته من مسرح الجريمة، وهو ما يعد جريمة وفقا للقانون الأمريكي. قام المحققون بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة القريبة من مسرح الجريمة، وبعد ساعات من العمل المضني على تفريغ تلك اللقطات استطاعوا رصد السيارة التي تسببت بالحادث، وهي سيارة من طراز ميركوري سابل. مع ذلك لم يسهم هذا الاكتشاف في تطور التحقيقات، حيث إن الصورة التي تم رصدها كانت ضبابية وغير واضحة، ولم يتمكن المحققون خلالها من الاطلاع على أرقام لوحة التسجيل، فيما كان تحديد هوية السائق من خلال تلك اللقطات أمرا شبه مستحيل. تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة لإيداعها في الثلاجة حتى انتهاء التحقيقات، حيث لم يكن المحققون بحاجة لإخضاع جثمان الضحية للتشريح من قبل المعمل الجنائي. بعد ساعات من وصول جثة الضحية إلى المشرحة، وصلت امرأة أنيقة تبلغ من العمر 75 عاما تدعى هيلين جولاي، وعرفت نفسها بأنها خطيبة كين، مما أثار دهشة المحققين العاملين على القضية، حيث كان من العجيب أن تكون خطيبة الرجل المشرذ ذو الملابس الرثة امرأة بهذه الأناقة والترف. قبل أن يستفيق الموظفون العاملون على القضية من دهشتهم، ظهرت امرأة مسنة أخرى تدعى أولغا راتشميت وتبلغ من العمر 72 عاما، وادعت أنها قريبة كين، وطلبت السلطة بتسليمهما جثة الضحية كي تقوم بحرقها تماما كما أوصى كين قبل موته. تمت جميع الإجراءات الحكومية دون وقوع أي مشاكل، ولم تهتم الشرطة كثيرا بالبحث عن قائد السيارة الذي أودى بحياة الضحية. لكن بعد شهرين فقط من وقوع الحادث تغير كل شيء بشكل مفاجئ، وذلك بعدما قدمت المرأتان المسنتان طلبا لشركة التأمين بهدف صرف مبلغ بوليصة التأمين على حياة كين، والذي يبلغ حوالي مليون دولار أمريكي. أوكلت شركة التأمين التحقيق في هذه القضية إلى أحد محققيها المختصين الذي شكك في نوايا السيدتين منذ البداية، فسافر بنفسه إلى مدينة لوس أنجلوس للالتقاء بهما،
لكنهما رفضتا مقابلته مما زاد من شكوكه ورفع الأمر إلى الشرطة. عقد محقق شرطة التأمين اجتماعا مع مجموعة من المحققين المخضرمين في قسم جرائم القتل بمركز شرطة لوس أنجلوس وأفصح لهم عن شكوكه ومخاوفه. بينما كان المحقق مسترسلا في شرح القضية، تذكر أحد الحضور فجأة أنه عمل على قضية مشابهة قبل حوالي 6 سنوات. أوضح الرجل للحضور أنه في عام 1999 كان أحد المستجيبين الأوائل لبلاغ عن حادث داس في أحد أزقة المدينة. راح ضحيته شخص يدعى بولفاتوس، كان يبلغ من العمر 73 عاما في ذلك الوقت. لم تتمكن الشرطة من تتبع قائد السيارة أو إلقاء القبض عليه في تلك الحادثة أيضا. بعد فترة قصيرة ظهرت هاتان السيدتان في المشرحة وادعتا أنهما قريبتا الضحية وصرفتا بوليصة التأمين على حياته، والتي تقدر بحوالي 800,000 دولار أمريكي. في تلك المرحلة أصبح المحققون شبه متيقنين أن هناك خطبا ما يدور حول هاتين السيدتين، وبدأوا يشتبهون أن الحادثتين لم يكونا مجرد صدفة. لذلك شرعوا في التحري حول الضحيتين وطبيعة علاقتهما الحقيقية بكل من هيلين وأولغا اللتين استفادتا من أموال التأمين في كلا الحادثتين. في هذا الجو من الشكوك انطلق المحققون في رحلة لكشف الحقيقة. تجولوا في شوارع لوس أنجلوس يعيدون ترتيب الألغاز ويسترجعون الذكريات المنسية من الحوادث السابقة. كانت رحلة مليئة بالتحديات، حيث كانوا يبحثون عن خيوط رفيعة يمكن أن تقودهم إلى الحقيقة المخفية. كلما تعمقوا في التحقيق ازدادت الشكوك حول السيدتين، واتضحت أمامهم صورة لمؤامرة أكبر من مجرد حادثتي دهس عابرتين. إن عالم الجرائم مليء بالأسرار والألغاز، وفي هذه القضية كانت الحقائق تتكشف ببطء لتظهر أن ما بدا حادثا بسيطا كان في الواقع جزءا من لعبة أكبر وأكثر تعقيدا. كانت السيدتان تبدوان وكأنهما شخصيتان من رواية غامضة تحيط بهما هالة من الغموض والريبة، وكلما اقترب المحققون من الحقيقة ازداد وضوحا أن هذه القصة لم تنتهي بعد. من خلال استجوابهم لبعض أصدقاء كين، اكتشف المحققون أن الرجل المسن الذي لقى حتفه بشكل مأساوي على قارعة الطريق كان في يوم من الأيام من نجوم الإذاعة. كان كين ممثلا إذاعيا في أحد محطات الراديو الشهيرة في ولاية كاليفورنيا، وعمل أيضا في فترة من الوقت في محطة CBS الفضائية الشهيرة. كرس كين حياته لتحقيق حلمه بأن يصبح كاتب سيناريو شهير في عالم هوليود، وعلى الرغم من أنه لم يحقق هذا الحلم فقد سار في المسار الصحيح، وفضل المكوث مع عمته في منطقة بيرفلي هيلز ليكون قريبا من عالم هوليود في حال سنحت له الفرصة للمشاركة في أحد الأعمال السينمائية. لم يكن عمل كين في الإذاعة أو التلفاز عملا مستقرا، وكان يجد نفسه عاطلا عن العمل بعد انتهاء المشروع الذي يشترك فيه. لذلك كان المكوث في منزل عمته ضروري لتخطي هذه الفترات. ولكن فجأة فجع الموت كين عندما استيقظ في أحد الأيام ليكتشف أن عمته قد فارقت الحياة، مما جعله بلا مأوى بشكل مفاجئ. وجد كين نفسه مشردا ولم يكن يملك ما يكفي من المال لاستئجار شقة، فقرر اللجوء لفاعلي الخير الذين كانوا يقدمون المساعدة للمحتاجين. لكنه لم يتوقع أن يجد الحل بهذه السهولة. التقى كين بجدتين طيبتين تعملان على إعداد الطعام وتقديمه للفقراء والمحتاجين من خلال إحدى الكنائس المحلية. تعمقت علاقته بهما وعرضت عليه عرضا لا يمكن رفضه. بدلا من المكوث في الشارع استأجرتا له شقة خاصة. انتقل كين بالفعل إلى تلك الشقة بعد وقت قصير من لقائه بأولغا وهيلين في الكنيسة، واستطاع المحققون التواصل مع زميل كين الذي شاطره هذه الشقة لمدة 2 تقريبا. أوضح زميل كين للمحققين أن السيدتين سلمتا لكين شقة لا تحتوي سوى على سريرين فقط، ولم يكن هناك أي خدمات أخرى لممارسة حياته الطبيعية، حتى أنهما رفضتا دفع فواتير المياه والكهرباء. كان الأمر كما لو كان كين لا يزال مشردا
لكنه يفترش ساردا بدلا من الرصيف. أشار زميل كين إلى أمر مهم للغاية، حيث أخبر المحققين بأن المرأتين طلبتا من كين طلبا بدا غريبا ومريبا في آن واحد، أن يقوم بالتعاقد على بوليصة التأمين على الحياة ويجعلهما المستفيدتين منها في حال وفاته. لم يفهم كين سبب إصرار أولغا وهيلين على هذا الشرط الغريب، لكنه تحت وطأة تهديد العودة للعيش في الطرقات لم يكن أمامه العديد من الخيارات، فوافق على الطلب. على مدار عامين دابت أولغا وهيلين على دفع إيجار كين وأقساط شركة التأمين، وهما تهدفان لتحصيل أرباحهما من هذا المشروع الاستثماري الفريد. كان الأمر كما لو كانتا تربيان حيوانا وتسمينانه ليجهزانه للذبح يوما ما لبيع لحمه والتجار فيه. لم يكن الوضع مختلفا بالنسبة لبول فاتوس الذي كان متقاعدا فقيرا يعيش على دخل ضئيل لا يكفيه لاستئجار شقة أو تحمل نفقات الحياة. لجأ للحصول على بعض المواد الغذائية من البرنامج الخيري الذي تديره الكنيسة، حيث كانت أولغا وهيلين متطوعتين فيه تماما ككين. عرضت الجدتان لطيفة على بول المساعدة في استئجار شقة، ووضعتا له الشرط الغريب ذاته. وبعد فترة من الوقت راح الرجل ضحية لحادث مروري مأساوي قبل أن تصرف السيدتان أموال التأمين الخاصة به. كانت هذه التحقيقات بمثابة الكشف عن شبكة من الجرائم التي ارتكبتها هاتان السيدتان تحت غطاء من اللطف والإحسان، مما كشف عن حقيقة مرعبة كانت مستثيرة تحت السطح. بعد جمع تلك المعلومات عن المرأتين المسنتين، استطاع المحققون استخراج تصريح قضائي لوضعهما تحت المراقبة اللصيقة، كما تم إبلاغ مكتب التحقيقات الفيدرالي بالوضع للاستفادة من تكنولوجيا المراقبة الحديثة المتوفرة لديهم. وسرعان ما اتضح للمحققين أن أولغا وهيلين كانتا بصدد الانقضاض على ضحية جديدة. كانت ضحية شخصا مشردا وفقيرا يدعى جيمي كوفينغتون، وقد التقت به أولغا وهو يفترش أحد الشوارع، وعرضت عليه إقامة وغذاء مجانيا مقابل بعض المعلومات فقط، وطلبت منه توقيع بعض الأوراق. هذه المرة فضلت السيدتان ألا تفصح عن نواياهما، وطلبت من جيمي أن يوقع بعض الأوراق وأن يفصح لهما عن بعض المعلومات الشخصية، الأمر الذي جعل الرجل يشكك في أمرهما وينسحب من تلك الصفقة الغريبة التي لم يفهمها على الإطلاق، تاركا الشقة التي وفرتها له. كانت تلك خطوة متأخرة للغاية من جانب جيمي، حيث إن أولغا وهيلين كانت تملكان ما يكفي من المعلومات والوثائق للتعاقد على بوليصة تأمين على الحياة باسمه، وكانت قيمة تلك البوليصة تساوي حوالي 80,000 دولار أمريكي. كانت المعلومات المتوفرة لدى الشرطة كافية لاعتقال أولغا وهيلين بتهمة الاحتيال على شركة التأمين، لكن حتى هذه النقطة لم يتمكن المحققون من الحصول على أي دليل يربط السيدتين بجريمة القتل. في البداية حاول المحققون المماطلة قليلا، لكن بعد مرور بعض الوقت بدأت السلطة تخشى على حياة جيمي التي كانت مهددة بوقوع حادث مروري في أي لحظة، الأمر الذي دعاهم للتحرك واستخراج أمر يقضي بإلقاء القبض على الجدتين الشريرتين. في شهر مايو من عام 2006 قامت قوة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي بإلقاء القبض على السيدتين، وتم وضعهما في مركز احتجاز فيدرالي في حين دابت فرقة أخرى على تفتيش منازلهما. عثر المحققون في منزل هيلين على صناديق مليئة بالأوراق والوثائق التي توضح جميع المدفوعات التأمينية المتعلقة بالضحايا. كان هذا الاكتشاف دليلا يمكن استخدامه في حال توجيه تهمة القتل للمرأتين المسنتين. كما عثر المحققون أيضا على زجاجة تحتوي على مزيد من العقاقير والأدوية، ولم يستطيعوا تحديد طبيعة استخدامهما. انكشف كل شيء عندما تم وضع المرأتين معا في غرفة الاستجواب، وتحولت أولغا على الفور ضد شريكتها في اللحظة التي غادر فيها رجال الشرطة، ورمقتها بنظرة مليئة بالحقد والغضب قبل أن تقول: ستذهبين إلى السجن يا عزيزتي، سيحاسبونك، كنت جشعة،
هذه هي المشكلة. لم تكن أولغا تعلم أن رجال الشرطة لا يزالون يسمعونها بوضوح من خلال أجهزة المراقبة المثبتة في غرفة التحقيق، وتجاهلت محاولات هيلينا المتكررة لإسكاتها. تزامنا مع تلك الاعترافات الضمنية، عثرت الشرطة على سيارة مهجورة من طراز ميركوري سيبل، وكانت مواصفات تلك السيارة تطابق إلى حد كبير السيارة التي شاهدها المحققون في تسجيلات كاميرات المراقبة وهي تدهس كين. أخضع المحققون تلك المركبة للفحص في المعمل الجنائي، والذي أثبت وجود بقايا من الملابس واللحم البشري على الهيكل السفلي للسيارة. خلال فحص السيارة، علم المحققون أنها كانت معطلة، ومن المرجح أن يكون العطل قد نتج عن حادث دهس كين. لذلك، التقى المحققون بعدد من سائقي الشاحنة في المنطقة في محاولة منهم لمعرفة إذا ما كانت أولغا أو هيلين قد تواصلت معهما لمساعدتهما في قطر السيارة إلى المنزل. لم تستمر تلك المقابلات طويلاً قبل أن يصل المحققون في نهاية إلى ضالتهم، حيث التقى المحققون بسائق شاحنة القطر الذي استعانت به الجدتان لقطر السيارة من شارع قريب من الزقاق الجانبي الذي وقع فيه الحادث في منزل هيلين. استطاع الرجل تحديد المرأتين من بين أشخاص آخرين. بالإضافة إلى ذلك، أخضع المحققون زجاجة الدواء الغريبة التي تم العثور عليها في منزل هيلين للفحص، وسرعان ما اتضح لهم أن هيلين كانت تدس هذا الخليط المخدر لكين في طعامه وشرابه، حيث تم العثور على نسبة كبيرة من ذلك المخدر في دم الضحية. بعد جمع تلك الأدلة، استطاع المحققون أخيراً إضافة تهمة القتل العمد إلى جانب تهم الاحتيال المختلفة التي كانت أولغا وهيلين تمثلان بموجبهما أمام المحكمة. كانت نظرية السلطات ترتكز على أن هيلين وأولغا قامتا بتخذير كين قبل أن يصطحبه إلى ذلك الزقاق الجانبي، وهناك قامتا بترتيب المشهد ليبدو كما لو كان حادثا. في 18 مارس 2008 تمت إدانة كل من هيلين وأولغا بتهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، بجانب تهم أخرى تتعلق بالاحتيال والسرقة. حكم على الجدتين الشريرتين بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الحصول على إطلاق سراح مشروط.